لابد من تجميع الأصيص تجميعاً صحيحاً للحصول على كافة مزايا الزراعة باستخدام نظام إيربوت. تسلم الجدران مغلفة ومعبأة بشكل مسطح، ثم تجمع الجدران حول القاعدة وتثبت في بعضها بعضاً باستخدام مسمار تثبيت بلاستيكي. يوجد جزء داخلي وآخر خارجي لجدار الأصيص. المخاريط التي تكون من الخارج بها ثقوب. المخاريط التي تكون من الداخل ليس بها ثقوب. يوجد في الطرف العلوي صف أو صفان من المخاريط التي لا تحتوي على ثقوب، وتمثل خزان الماء في الأصيص المجمع. صفوف ثقوب التهوية السفلية أكبر حجماً لتمكين الهواء من الانتشار بشكل جيد في الجزء السفلي من الحاوية. يوجد طرف علوي للقاعدة وآخر سفلي معلم بوضوح. ضع كومة جدران الأسس بحيث يكون الجزء الخارجي منها لأسفل وخزان الماء في الناحية البعيدة عنك. التقط القاعدة وضعها على بعد 3 مخاريط من القاع. لف الجانب الأيسر أولاً على القاعدة، ثم أتبعه بالجانب الأيمن. اربط مسمار التثبيت الأول عند القمة. وأتبعه بالمسمار الثاني، إذا لزم الأمر، ثبته على بعد 4 صفوف من القاع. أداة التثبيت مصممة لتستخدم إما باليد أو في مثقاب كهربائي.